عاجل، الكوارث في جميع أنحاء العالم، ضحايا في الجزائر، إسبانيا تغرق، وإعصار مرعب في تايوان، والسيول العارمة مستمرة في تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمت فيضانات عارمة العديد من المناطق في الجزائر والمغرب، وقد أظهرت المشاهد الواردة من ولايتي تلمسان والبيض في الجزائر غرق الطرقات بشكل كبير وجرف العديد من السيارات. وذكرت مصادر محلية بأن الدفاع المدني الجزائري عثر على 7 جثث لضحايا هذه الأحوال الجوية المروعة، وقد سببت المياه انجرافات في الوديان والمناطق المنخفضة. وفي المغرب هطلت أمطار غزيرة أدت إلى تشكيل فيضانات في بعض المناطق، وانتشرت مقاطع فيديو لتلك المياه وهي تغمر أحد المراكز التجارية في مدينة وجدة شرق البلاد. شبه الجزيرة الإسبانية وأرخبيل البليار شهد أيضا أمطارا غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا ما نجم عنه إغلاق مدن بحالها وقطع للعديد من الطرقات. وقد سارعت السلطات في مدريد لإصدار تعليماتها للسكان المحليين بملازمة بيوتهم خلال هذه الفترة والابتعاد عن استخدام السيارات بسبب طوفان الشوارع. ورصدت عدسات المصورين مشاهد مروعة لدخول المياه إلى مترو الأنفاق في مدريد وتعطل الخدمات العامة ووسائل النقل، بالإضافة إلى العديد من السيول الجارفة في عدة مناطق مختلفة، وهذا ما خلف الكثير من الأضرار المادية وقطعت الكهرباء عن الكثير من المشتركين. ننتقل معكم إلى شرق العالم، حيث يضرب إعصار هايكوي في تايوان حاملا معه الكثير من الأمطار والرياح العاتية، ويتحرك الإعصار باتجاه جنوب الصين بحسب خبراء الأرصاد الجوية. هذا الإعصار ترك وراءه العشرات من المصابين بعد وقوع العديد من الحوادث في الطرقات، كما قطع التيار الكهربائي عما يزيد عن 226,000 أسرة. وسجلت الرياح سرعة ثابتة بلغت ما يقارب 150 كيلومتر في الساعة، ووصلت سرعتها القصوى في بعض الأحيان إلى 190 كيلومتر في الساعة، وحدثت العديد من الفيضانات والانهيارات في التربة في أماكن مختلفة في البلاد. وطلبت الحكومة من المواطنين البقاء في أقصى درجات الحذر خوفا من فيضانات وانهيارات أرضية كارثية جديدة، خصوصا في المناطق الجبلية التي تشهد أمطارا غزيرة للغاية منذ 4 أيام حتى اللحظة. وفي تركيا، حيث ذكرنا لكم السيول العارمة التي اجتاحت مدينة سامسون في فيديو سابق والتي أدت لاحقا إلى وقوع انهيار كبير في التربة، حيث نشر العديد من الناشطين مقاطعا مرعبة لما حدث، كما شهدت مدينتي قيصر بانيان وغيرسون سيولا كبيرة بعد موجة من الأمطار التي هطلت بغزارة خلال الفترة الماضية.